سيادة القاضي تشرفت ضيعتنا بوجودك وما جبتك على الآن قبل الراس، وكل كلمة قلتها نحن مصدقينها، واللي ما مصدق يصطفل، واللي عنده أي اعتراض يروح يعترض ببيته وما يسمعنا كلام بلا طعم أحسن له. شو قصدك يا جنوبي؟ قصدي صار لازم تنام وترتاح يا شيخ، الظاهر منك نايم منيح مبارح وما بدنا تشويش إذا بتريد. يا سيادة القاضي، إذا الحكم تنفذ معناتها أمير ناصر لازم يطلع، مو هيك؟ كلنا ما قادرين ظرفك النفسي وحاسين بوجعك. يعني هلأ شو؟ هلأ رح نطالع. معناته انتم مصدقين هالرواية؟ الحقيقة لا. طيب شو لك؟ حكينا بالقصة، الإجراءات سليمة. لسه بتقلي سليمة؟ سليمة؟ لا يا عمي ما أنا سليمة يا عمي، في لعبة كبيرة يا عمي، في قضية فساد بطال كل الأسماء اللي وردت بمحضر الإعدام. لمصلحة مين؟ واحد مثل الأمير ناصر شو لها مصلحة كل هالأسماء تتورط بقصته؟ ما بعرف، بس أكيد في شيء مو مفهوم. رح كون ورا الموضوع، رح ضل ورا القضية لأفهم كل تفاصيلها. ولبين ما تعرف كل التفاصيل أكيد بيكون هرب. نحن رح تضل عيوننا عليه. يعني خلاص رح تطلعوه؟ ما في أي مبرر خليه هون. ممكن سؤال؟ تفضل. هلأ أمير ناصر قانونياً ميت مو هيك؟ طبعاً. يعني ما في شيء بالحياة اسمه أمير ناصر بالقانون؟ إيه؟ شكراً. عن إذنك سيادة الرائد، عن إذنكم. وين؟ خلص الحكي بيناتنا، ما عاد في شيء نحكى، وأنا صار لازم أمشي. سلام سلام.